بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الفقه حياة هذا اليوم، ودائما ضيفنا الكريم الضيف الدائم للبرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله بكم، الله يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله. ونكرر ترحابنا بمشاهدينا الكرام. أيضا راح نتحدث في الجزء الأول من البرنامج عن موضوع في غاية الأهمية، موضوع يتعرض إلى الكثير من إخواننا من أبنائنا الشباب الشابات، ألا وهو موضوع الإساءة لهم بسبب معاناة معينة. مرة إنسان عنده شيء في شكله، مرة إنسان عنده شيء في صوته، عنده خلل معين أو ممكن أن يفهم خلل معين باسمه مثلا، فيشوف التنابز بالألقاب والسخرية أو ما يسمى اليوم في مصطلحات اليوم المستوردة بالتنمر. المشكلة أنه الناس يضحكون وهناك ألم عميق وجرح ينخر في داخل الإنسان الذي يتعرض إلى كل هذه الإساءة والسخرية. هذا رح نتحدث عنه من جانبين، الجانب الأول بخصوص الناس اللي يسيئون، ورح نخاطب أيضا الناس الذين يساء إليهم. بعد 10 دقائق إن شاء الله من الآن رح تكون أمامكم الاتصالات جاهزة لاستقبال مشاركاتكم. سماحة السيد، بداية مفهوم الإساءة والسخرية من الآخرين كيف ينظر له الإسلام؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال مسألة التعامل مع بعضنا البعض وتعامل المؤمنين مع بعضهم البعض، هناك عدة آيات كريمة في كتاب الله، بل هناك مجموعة آيات في سورة الحجرات، وهي من السور المهمة في الأخلاقيات التعامل، وهي موضوع مهمة صافا، التي يقول الله تعالى فيها: ولا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهن، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه كلها في واقع الحال بأشفوا ولا تنابزوا بالألقاب، هذا لقب الأخ شيء، ولكن يحور اللقب بطريقة مؤذية أو يغير اسمه بطريقة محقرة أو مضحكة، هذا أشار إليه الإسلام، أشار إليه الإسلام بشكل واضح. بل هذا البل هواية ترقي كبير، بل الإسلام أشار إلى أن إيذاء الآخر والتعرض للآخر ولو بالإشارة، إشارة يعني مو كلمة، واحد بالكلمة يقول له يا أعرج، يا ما أدري أصلع، يا ما أدري كذا، ولكن مرة لا إشارة، بالإشارة، حيث أن القرآن يقول: ويل لكل همزة لمزة، همزة ولمزة، حالة من الإيحاءات الغلط، ويل، ويل يعني نار جهنم. فشوفوا القرآن كيف هو شديد وصريح ويدخل في الجزئيات في هذه القضية. ويأتي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مجموعة روايات عجيبة وغريبة في هذا المجال: من آذى مؤمنا فقد آذاني، من آذى مؤمنا فقد آذاني. عن الإمام الصادق ينقل عن رسول الله، عن الله في حديث قدسي، أنه من آذى عبدي فقد أذن، أو هشك الأذن، بل أذن أو أذن له لي بالمحاربة، يعني كأنما تحاربت الله في ذلك. فشوفوا إخواني الكرام، فيما يرتبط بإيذاء الآخرين والتعامل مع الآخرين، لا بد أن نكون على مستوى عالي جدا من الاحتياط، الاحتياط والحساسية. أنا يمكن أتعامل مع على أي حال مع نفسي بطريقة، أتعامل مع أموالي بشكل، أتعامل مع الحجر، المدار، كذا، الشجر، ولكن التعامل مع الإنسان الآخر إلفت شيء آخر. من كسر مؤمنا فعليه جبره، هذا شكل. وأقول أجيب آيات
وروايات تعتبر أن الإنسان من شهر سلاحه تخويفا للمؤمن، يقول يلعنه الله إلى أن ينحيه عنه، يلعنه الله إلى أن ينحيه عنه. وهكذا هاي مسألة علي حال. شوفوا احنا راح نتوسع في هذا الموضوع، مو مسألة فقط أنه أنا أسيء إليه بالألفاظ وبالعبارات وبالألقاب المشمئزة، لا لا، حتى في التعاملات الأخرى التي تثير الضرر، تضر المؤمن، تؤذي المؤمن، إيذاء المؤمن، هذا الرشق السلاح أو ما يسموه أنتوا إطلاق العيارات النارية، في روايات عندنا، أنه هذا قد يوجب نوع من الفساد والفساد وإيذاء الناس وإخافتهم، إخافة المؤمن. فللأسف الشديد نحن لكثرة، رجاء هنا ننتبه للنقطة اللي راح أقولها، لكثرة ما يقع بيننا من التحقير والإهانة والتسقيط والتشهير والغيبة والافتراء ومن كثرتها فقدت قبحها. يعني القضية السيئة شقد ما تتوسع قبحها يقل، تصير عادية، تصير عادية، أحسنتم، تصير عادية. وإلا تشوفون أنه الآن مثلا يجي واحد من مجتمع ما متعلم الكذب، وأنا هذا صادفت الأسبوع الماضي ولد شاب صغير خليناه بمدرسة بالنجف، وهو من محيط يعني من منطقة ما أريد أذكر الدولة اللي كان فيها، ما متعلم الكذب أصلا، يعني أصلا كذب ماكو في قاموسة شيء اسمه أكذب. فأول أسبوع قال للأمه ماما ما أقدر أبقى هنا، هنا الناس شلون دولة يتكلمون كذب، دولة يسبون يفشرون، شوف شكيت قبيح عند هذا الطفل، وهو سهل وعادي كشربة الماء بالنسبة للآخرين. ليش؟ لانتشارها، أعتقد عندهم يظهر مثل عربي هيك، انعمت طابت، انعمت طابت، يعني متقبل، انعمت السيئة، انعمت المشكلة، طابت للنفوس. إذا عمت الرشوة صارت طيبة، ما يستحي ولا يخجل. إذا عمت علي حالة تزوير الوثائق وجشوفون تزوير حتى على مستويات مسؤولين يزورون، طيبة، يلا هذه شطارة من عندك، في حين هذه خيانة. العلاقات أحيانا يتباهون بينهم الشباب أن عندهم علاقات غير مشروعة. أحسنتم، يتباهى أنه أنا عندي 3-4 بنات ذاك يكون، هذه في الواقع لأنه عمت عندنا، لأنه كثرت عندنا ففقدت قيمته. ولكن أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، اعلموا أن القبيح قبيح ولا يصبح حسن بتقادم الزمان، وأن السيء سيء لا يمكن أن يكون حسنا في وقت معين أبدا. فلا بد أن نلتفت إلى هذه النقطة اللي سأذكرها، أن الله سبحانه وتعالى حساس، بالنسبة للمؤمنين أكثر مما هو حساس لنفسه. شلون هذه؟ خلي أبين شلون. أنت لصلي، سنة سنتين لصلي، بعدين توب إلى الله، يقول يا ربي أنا آسف وأريد أرجع إليك، يقول لك تفضل أرجع إلي وأنا أقبل توبتك وصلي اللي عليك وماكو مشكلة. الله، يقول هذا حقي، الصلاة من حقوقي أن تصلي لي، زين؟ وإذا ما صليت أنا على حال أتجاوز ما أتجاوز عليه عنك، أو أغفر لك أو ما أغفر لك، هذا أمر يرتبط بي. أما إذا حقرت مؤمنا، الله جي يقول إذا حقرت مؤمنا فلو تبت إلي أنا لا أقبل توبتك إلا بإرضاء ذاك، المؤمن. ليش؟ لأن قضية المؤمن مو قضيتي أنا، قضيتي أتجاوز عنها وأتنازل عنها، أما قضية المؤمن، شوفوا رب العالمين حساس في قضية المؤمنين أكثر مما هو حساس في حقوقه وفي عليه حاله وفي طاعته.
ولذلك الفقهاء إيش قالوا؟ قالوا حق الناس أولى من حق الله، حق الناس أولى من حق الله. هذا لابد الإنسان يلتفت إليه. الآن اللي صاير والله أشوف أي واحد تحاول أنه تستهزئ بي أو تستصغر من شأنه أو تحقر، شوفوا الآن التعليقات أي مقطع ينزل شوف، حتى لو كان إيجابي أصلا يعني، حتى لو كان مقطع إيجابي شوف شنو الكلام، هذا يسب، هذا يشتم، هذا ينزل، هذا يصعد، هذا يحلل، هذا ما أدري يفتي، وهكذا. هذه إخواني معضلة، معضلة في التركيبة، التركيبة التربوية لمجتمعنا، وهذه لازم عليه حال الآباء يشتغلون، الأسرة تشتغل، المؤسسات التربوية تشتغل، الحوزات العلمية، هذه البرامج اللي احنا عليه حال يعني نوفق إليها لابد أن نقوم بهذا الأمر، وإلا هذا النوع من التصرف الغلط. أنا تجيني رسائل، نعم، رسائل يعني مؤذية أستاذ مرتضى، مؤذية جدا يعني. فتيات يتكلمن عن طريقة التعامل فيما بينهن في الجامعات في الكليات، شباب في الأسرة، شباب في العائلة، آبائهم شو يتعاملون معهم بتعامل تحقيري، تعامل تذليلي، تعامل ما يجعل للولد أي قيمة وأي شخصية، بعدين يقول هذا ابني سيدة ما يسمع كلامي. طبعا ما يسمع كلامي، طبعا ما يسمع كلامي. أتحاطة شخصية، أطيت احترام، أطيت مقام وعليه حال كينونة قدام أخوته وخواته، نعم. شنو معناته أخو؟ والله العظيم ما أدري، أنا قد أفقد أعصابي. شنو معناته أب يضرب ابنه كف، وابن عنده أولاد، أولاد يشوفوا أولاده يعني الأحفاد، الأولاد يشوفون أبوهم يضرب من قبل جدي. موجودة هذه سيدنا، والله العظيم تجيني صحيح. أنا رسائل تجيني وسيدنا أبوي يضربني قدام أولادي، شنو هذه؟ واقعا هذه جريمة أنصافا، أنت جاي تكسر هذا الأب أمام أولاده، فلا تقوم لهذا الأب قائمة، شلون تريد أنه أبوهم يربيهم بعدين؟ فأكو أزمة، أزمة وعي، أزمة ثقافة دينية، أزمة أخلاق، أزمة يعني، شلون هذا يمكن إنسان أن يخرج منها؟ فأرجع وأقول نحن مسؤولون، نعم، أمام الله أولا وأمام الناس، أمام الله على أن نكون واقع الحال مطيعين له، والله سبحانه وتعالى ينهانا عن التنابز بالألقاب، عن السخرية، عن السخرية، وعن التعرض للآخرين، عن التعرض، أنت تتعرض للآخرين هذا ممنوع بشكل مطلق مطلق. نعم، عندنا آية، خل أقراها، تفضلوا. عندنا آية إن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم، إيه هاي واحدة. عندنا آية الله ما يحب واحد يجهر بالسوء، يجهر بالغلط، يجهر بالقضايا اللي عليه حال السقط الآخرين إلا من ظلم، إيه مظلوم. أنا الآن من الآن إلى أن يبقين الله أتكلم على صدام وعلى زبانيته، لأن ظلمنا صدام اللعين، صدام المجرم، صدام الكذا، أقولها وعليه حال وأكرر ذلك، ومن يواليه ومن يحبه، ليش؟ مظلوم أنا. والقرآن أنطاني هيك رخصة، قال تفضل، أن الله لا يحب الجهر بالسوء، لكن أنت اجهر لأنك مظلوم. هذا طيب. أمر يسموه استثناء، ما في مشكلة، ولكن دون هذا أنه أنت تجهر بالسوء على الآخرين لا لشيء، أي ظاهرة تجهر بالسوء، أي ظاهرة تتكلم كذا، أنت شنو دخلك في هذا الموضوع؟ يعني واحد مثلا اشترى بيت، انت شنو دخلك تبدأ شنو تتكلم عليه او انه تشهر فيه او تسقط فيه او تتهمه؟ هذه في واقع الحال غير مسموح شرعا، غير مسموح دينيا وقانونيا واجتماعيا. نعم. فلذلك الروايات تقول طوبة، طوبة تعرفون شنو معناته؟ نعم، شجرة في الجنة، شجرة في الجنة، يعني الجنة لك، طوبة لمن شغله عيبه عن عيبه الآخرين، طوبى من شغلته نفسه عن التعرض لمن الآخرين. اسمح لي سيدنا، عفوا، نعم، بمداخلة، اللي هي الناس اللي يعيشون مع بعض، احنا ضربنا مثال بداية طلاب الجامعات أو الطلاب بشكل عام أو الأصدقاء حتى سيدنا، لما يسخرون يقول احنا نمزح، شقة هذا،
أو يقولون هو قابل، هو أحيانا يداهنهم يضحك وياهم حتى ما يصير محط سخرية أكثر. تعليقكم سيدي. في واقع الحال هذا عذر أقبح من الذنب. نعم. يعني أن أعتذر بشيء هو قبيح، والله أنا أمزح، من قال أن المزاح ممدوح في هذا المجال؟ أولا ثبت القضية ثم ابني عليها. من قال أن المزاح مسموح في أن تحقر مؤمنا، في أن على حال تستسخف من مؤمن؟ أصلا أصل المزاح هو في إشكال. أصل المزاح من مزح مزحة مج من عقله مج، رواية هذه ينقص من عقله لأن يصير إنسان خفيف سخيف. كثرة المزاح أنه كثرة المزاح تذهب ببهاء المؤمن، رواية. زين أنت في واقع الحال تجي والله أنا جاء أمزح، شو تمزح أنت حطمت شخصيته. هو الآن مسكين يجاملك كذا، ولكن قلبه متأذي، هذا شو تبرئ الذمة من عنده؟ يعني كيف تبرئ ذمتك؟ ونفس الوقت هذه القضية أنت تقولها وهذا يقولها، راح تصير عنوان ذاك الأخ هو هذا، والله فلان اللي قالوا عنه كذا، يعني يصير معروف بتلك الخصلة، مو تشيله لا، نعم معروف بتلك الخصلة. وهذه صايرة، أنا ما أريد أجيب أسماء يعني أجيب عناوين. صارت حوادث بالعراق، حوادث إجرامية صارت بالعراق، نعم، فنسبوا هذا الحدث الإجرامي لفلان علي مثلا، فأنا صار اسم الحادث الإجرامي إلي، أنا أبو الكذا، سيد رشيد أبو الكذا. الآن خو شايفين الساعي من باب اللطيفة أقولها، إحنا تعرضنا إلى مسألة مهمة جدا طرحوها في يعني في برامج مباشرة عن البويضة الملقحة. نعم. أنه كيف، هل يجوز للإنسان أن يلقح بويضة زوجته من حي من رجل أجنبي؟ وهي مسألة فقهية. نعم. زين بدأ مولانا بقولتكم حالة التنمر والتسقيط. نعم. والكذا فشكل مهول جدا. حضرتك كنت ناقل للفتوى، مسألة شرعية، وأنا بأريحية يعني بأريحية، وكل الفقهاء الذين يقولون بذلك جبت أسماءهم، والقضية علمية بحتة، والذين تكلموهم في الواقع أبعد ما يكون عن المسألة الدينية والعلمية. همج همج همج. زين الآن صار أنه لما يتعرض أنه السيد أبو البويض الملقح، هذه ليست يعني أولا ليس لها أي مبرر شرعي ولا ديني ولا قانوني، ولكن نعم. للأسف الشديد هناك حالة من أصلا ليست من المروءة في شيء. سيد بلاش. شكرا جزيلا على هذا الإيضاح المهم سماحة السيد، شكرا على هذه الكلمات التي يعني تدفع إلى الوعي في هذا المجال. وتوصية أخيرة نستشفها من كلام سماحة السيد فيما يرتبط بما يعرف بالتنمر أو السخرية من الآخرين والتقليل من شأنهم، قضية اللي تشوف عنده عيب في جسده، في لفظه، في وجهه، في شيء معين عنده، احذر من التقليل من شأنه حتى إذا كان هو تتوقع أنه يوافق، لأنه هذا يبدي يتأذى والأذى يظل معاه، ويا ما ناس أقدموا على ما لا يحمد عقباه فقط لأنهم تعرضوا إلى هذه الإساءات. نأخذ أول المشتركين اتصاليا من الأخ مروان، تفضل. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أنا عندي سؤال يا. تفضل. رحم الله والديك. أنا استلمت راتب مال شبكة مراعي اجتماعية ومدار الطول للعباس. نعم. أي. فهذا راتب قليل، يصير يعني على شهر الله أتم لما راتب الثاني وأشتريه. شنو قلت بالنذر؟ ممكن تدلي شنو حكيت؟ قلت إذا استلمت أول راتب أسوي لأبو فضل العباس، أجيب طولي ونذر لأبو فضل العباس. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، نوبات أنا أشتغل حشاكم مجاري وهاي، فيطفر على ملابسي. نعم. ملابس وهاي، يعني أسبح لو أسبح وأصلي لو بعد يعني ما أسبح. عندكم مداخلة سيدنا. مشكور خصوص. مشكور أخي مروان. شكرا جزيلا أخي مروان، تحياتي لحضرتك. تفضل سيدنا. الأولى فيما ارتبط بالنذر. أولا نذر الأخ كما ذكر نذره نذر عرفي وليس نذر شرعي، يعني تعبير عرفي وليس تعبيرا شرعيا وليس الصياغة شرعية، فلذلك نقول على أنه نذرك لا يجب
أن تلتزم به، يعني مو واجب عليك أن تفي، تريد تسوي تريد تسوي هذا كيفك، لأن نذرك ما إلى صيغة شرعية وإنما نذر بصيغتي العرفية وهذه ما إلها قيمة شرعية. صار واضح؟ فشو تقول الآن؟ نذرك مو شرعي. السؤال الثاني كان سيدنا عن هو طبيعة عمله ترتبط بالمجاري، فيقول أحيانا يطفر من هذه السوائل على ملابسي، فهل اضطر إلى أن أغتسل؟ بلا إشكال بلا إشكال. ليش؟ لأنه أنتوا طبيعة شغلكم، طبيعة شغلكم صايرة، اسمحوا لي أن أقول هذا التعبير، طبيعة الشغل صاير على أنه اللي يتعامل بهالشكل أمور بعد فترة صير عنده النجاسة والكذا عادي. يعني أنت لما توقف عند ما يشتغلون تقول أوه شون جيفة كذا، هو يقول ماكو هالشكل، لأن هو طبيعة عمل صار هو متأقلم مع هالشكل. هذا التأقلم، رجعني شوي هنا انتبه يا أخ، هذا التأقلم يعني هذا التعود يصير عند النجاسة غير منفرة، يعني ها هذا مو نجس، لا هذا عادي، هذا أمسح يدي يجي بالحائط يروح. فلذلك نقول أن هؤلاء الإخوة لابد أن يكونوا ماذا؟ على مستوى عالي من الاحتياط، أنه يسبح يسبح ويصلي، يبدل ملابسه يصلي، لأنه هناك قطعا، لما أقول قطعا طبيعة شغلهم هالشي قطعا، أنه هناك ترشح وهناك. هذا يختلف سيدنا عن المسائل السابقة اللي هي الوسواس والشك والطعام. لا لا غير الوسواس. شوف يا أخ العزيز، لكل حسب تعبير الفقهاء يقول أنه مناسبات الحكم والموضوع. نعم. يعني لكل موضوع حكمه. عندما يكون الإنسان هو يعني طالب عادي لا شغله بالنجاسات ولا بالكذا، نقول له يا بنت على أساس يصير وسواس في هذا المجال؟ أما اللي شغله بالقضايا نقول له يا أبي أنت لازم شوية تكون محتاط في هذا المجال. أحسنتم سيدنا. اتصالنا من من؟ رياض، تفضل يا رياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد شلونك؟ سلمكم الله تعالى. الصوت قاعد يتقطع رياض، بس عيد لي سؤالك عفوا. صوتك يروح ويجي، حاول تسد الحاكية إذا فاتح حاكية، ما أدري صوتك مو واضح جدا. غير مكانك، مكانك غير. حياتنا إلى كأنه راح يعالج الاتصال ويرجع لنا. أم حسين أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أختي، حياكم الله. شلونك سيد؟ سهل الله أمركم، حياكم الله. تفضلي أختي. سيد أنا عندي سؤال. نعم. أنا قبلت إني ما أصلي، يعني أصلي وأقطع. مثلا أصلي شهر وأقطع الصلاة. نعم. ويعني ورا الشهر هم أخذ تقريبا 20 يوم هيك ما أصلي وأقطع. نعم. أي وتعرف تعرف تعرف إحنا نسوان يعني ناخذ غيبة، يعني بعد إحنا إذا اجتمعنا نسوان أي، فأني الحمد لله والشكر صار لي تقريبا 3 أشهر. يعني عاهدت نفسي وعاهدت الإمام المهدي إنه أنا ملتزمة صار لي 3 أشهر. وملتزمة والصلاة بوقتها، الفجر بوقتها، صلاة الليل، يعني ملتزمة التزام، ما أخذ غيبة، ما أحكي على أحد. وجتني رؤية البارحة ما سولفتها لأي شخص، قلت أنا سولفها ليومك. إحنا دائما نحكي البرنامج ما له علاقة بالأحلام يعني والمنامات، بس باختصار نص دقيقة إذا تحبين تحشيها تفضلي. نص دقيقة. أي بس. نعم. تفضلي. حتى تحفيز الآخرين. تفضلي تفضلي يلا اختي ام حسين. يعني اي سيد، بس انا يعني 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 تبي التوبه نصوحه، يعني صلاه ويعني من كل يعني الجوانب، انا حتى قمت من اقعد والقى احد يحكي يعني اخليه واقوم، يعني ما اقبل احد يحكي على احد. يعني سيد يعني اذا انا كنت مسوي اغلاط بحياتي او مسوي شيء يعني من محن، اذا واحد يتوب ويستغفر ان شاء الله تسمعين الجواب اختي ام حسين. تحياتنا للاخت الكريمه وشكرا لها على اتصالها. تفضلوا سيدنا تعقيبكم على الاتصال. اولا انا اهنئ الاخت ام حسين واشد على ايدها واقول مرحبا بك، واذا انا في الواقع يعني اكون نقطه تفرحني وتريحني وتبشرني بخير ان اسمع واحد مؤمن كان في وادي والان دخل الى عليه حال الى طاعه الله وتقرب الى الله، تاب الى الله،
أنا أعتقد هذا فتح، فتح مبين أنه إنسان ينتقل من دائرة الشيطان إلى دائرة الله. واعلمي أيتها الأخت الكريمة، هذا اللي تقولي كله صح، هذا اللي صار كله على حال ماضي، بدأت بداية جديدة، رب العالمين راح يتقبل منك بلا إشكال التوبة، وهذه هذه الروحية والمعنوية الجيدة اللي عندك كلش محترمة، وحسب تعبيرهم الطاقة الإيجابية اللي عندك كلش هذه مؤثرة، وهذه الأحلام تشوفيها إن شاء الله بشارات إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستقيمين، الاستقامة أهم من نفس التوبة، الاستقامة. جزاك الله خير. إحنا بعد قليل سيدنا راح نسألكم عن الاستقامة لطفاً، بس خلينا بعد إذنكم نأخذ اتصال من الأخ رياض. أخي الكريم رياض تفضل. أستاذ الله يسعدك. الله يسلمك عزيزي. أجاب أنا عندي 5 جهال. نعم. وأنا ومرتي. نعم. 7 نفر. وقاعدين ببيت ورثة. نعم. وعندي محل والله عايش. قدمت على الرعاية الاجتماعية. زين. طلعت للرعاية الاجتماعية. زين. طلع اسمي واستلمت الكيكر البطاقة والراتب ما مستلمه. نعم. زين. يقولوا له حرام. شنو الحل؟ ايش تشتغل؟ انا عندي محل. محل شنو؟ محل والله مع التأجير درينات يعني وسكلة وشغلات. ما عندك مصدر رزق يعني هاي. تكلم. ما عندي لا راتب على غيره ولا عندي شيء ولا. ان شاء الله تسمع جواب السيد. شكرا لك على اتصالك اخ رياض. تفضلوا سيدنا. والله يا اخ العزيز، يعني القضية هي قضية ترتبط بالقانون اللي عندهم. نعم. قانونهم ان راتب الرعاية اللي ما عنده شغل، العاطل او اللي ما عنده مهنة او ما عنده حرفة او ما عنده محل، وانت عندك يعني سكله سكله ولو باليوم تطلع 30-40 ألف، هو في واقع الحال او 30 ألف يعني بالشهر على حال عندك ما يسد به رمقك. اما انه انت تروح تتقدم على الرعاية مع وجود هذه المصلحة، وجود عملك، هذا يتنافى مع القانون اللي هم حاطي. فاذا يتنافى مع القانون سمح السيد يقول ما يجوز، سمح السيد يقول ما يجوز. وانا استغرب شلون مثلا يجي الباحث الاجتماعي اللي تكلمنا عنه هواية يجي يقول انه هذا على حال له شروطه، مع العلم يشوف عندك سكلة ويشوف عندك على حال الحمد لله بيت قاعد واللي ساتر على نفسك ببيت ارث ورثة. عموما القانون ما يسمح، فاذا القانون ما يسمح سمح سيد ما يجوز. احسنتم سيدنا، ان شاء الله الامر صار واضح عندك اخي رياض، سألت فجاك تاك الجواب. عبد الحسن تفضل اخويا. عبد الحسن الأخ الكريم عبد الحسن يعني على الخط، لو فقدنا اتصاله لو شنو. تفضل يا عبد الحسن أخويا، تفضل نسمعك. تفضل، تحياتنا إلي، يعود الاتصال إن شاء الله مرة أخرى. سيدنا نرجع للاستقامة. بلد. عندنا اتصال منتهى. أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أحتوي السيد؟ تفضلي أختي السيد اسمعك. السلام عليكم شلون سيد رشيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا محتاجة دعاء أكيد وأروح لك رحمة الوالدك. الله يسهل أمرك إن شاء الله تعالى ويدفع عنك. سيد سيد وعنده حاجة صار 15 سنة سيد وأريدك تدعي لي. الله يسهل. الله يسهل أمرك إن شاء الله تعالى. محمد وعليك. شكرا. الله يحفظك. ممنون سيد. جزيلا حضرتك أختي الكريمة وتحياتي. الله يحفظك. شكرا لك. حياكم الله. سيدنا قلت حضرتك الاستقامة أهم من التوبة إذا أمكن. شوفوا أستاذ مرتضى، أنه أنا قد الله سبحانه وتعالى يوفقني أن أتوب. نعم. أرجع إلى الله وأترك الشيء اللي غلط اللي كنت أسويه. ولكن تدرون الإنسان أن يبقى على الطريق الصح ويبقى على الالتزام، الشيطان يجيه يقول بس هالمرة، بس هالقضية، بس هالصلاة لا تصليها، شيء يصير بعدين صليها. أصدقاء السوء يأثرون، يا بس أنت صار متدين تقعد يستجعبنا قصة حلوة تسمعيها مو تقول أنه غيبة. فهذه الشيطنة وهذه الوسوسة، هاي القضايا في واقع الحال تجعل الإنسان أن ماذا؟ تجعل الإنسان أن يتنازل، يعني يرجع. لذلك القرآن الكريم لما يقول فاستقم كما أمرت
يا رسول الله استقامة أنت وأصحابك فاستقب كما أمرت ومن تاب معك. هذه هي أهم من نفس الرجوع. الرجوع إلى الله أرجع، ولكن أن أبقى مع الله، هذا البقاء مع الله هو المهم. فأيتها الأخت حاولي أن تستقيمي، حاولي أن تستمري ولا تتأثري بال شنو بالتسويفات والوسوسة والقضايا الأخرى للآخرين سواء كانوا شياطين الجن أو شياطين الإنس. أحسنتم سيدنا. أم محمد أختي الكريمة تفضلي. ألو. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام سيدنا. ممكن استفسار شرعي؟ أنا عندي ابني ولد، الولد استشهد بالتفجير والابنية توفت بمرض السرطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. والأب توفى قبل سنة. نعم. فإحنا سوينا ندور على حقوق الشهيد اللي نأخذها، فسوينا القسام الشرعي مات الولد، فقالوا لازم عماته، وهو الأب متزوج وحدة ثانية بس ما عنده أطفال، فقالوا عماته يعني عماته ولد أخوات الأب، والمرة الثانية تأكل من منحة الشهيد. هذا يصير ولا ما يصير سيدنا؟ أنت أمه موجودة؟ موجودة أمه. نعم بس أمه موجودة. أبوه موجود؟ أبوه متوفي، عنده خوات، خوات كل مزوجات وعندهم رواتب وبيوت. بلي بلي واضح. مشكورة أختي الكريمة. شكرا أختي الكريمة على اتصال حضرتك. على أي حال إحنا نعزيها أولا على هالمصائب اللي صارت، ولدها استشهد بتفجير إرهابي، وبتهم على أي حال بهذا المرض العضال. الله سبحانه وتعالى يعطيك الصبر وجزير الأجر إن شاء الله تعالى. بس عموما أختي الكريمة، يعني راتب الشهيد يعطى للأم، يعطى للأم ولإخوته وأخواته، يعني إخوة الشهيد وأخواته. نعم يعطى حتى لو كانوا أغنياء، يعني هي قضية مو، أما العمات والخالات ما لهم دخل، يعني حسب النظام يعني قانون مؤسسة الشهداء هم اللي يقسموا، مو أنتوا اللي يقسموا، هم اللي يطلبوا أنه يجيبوا أسماء مثلا أخواته وأخوته، أما أنه آخرين هذا خلاف القانون. أحسنتم سيدنا الكريم. سيدنا استكمالا لما تفضلتم به قبل قليل عن الاستقامة بعد التوبة، فالسؤال ممكن إجابته تكون تحفيزية للإخوان، اللي هو ماذا أو ما لمن عرضت له السيئة فاتق الله تعالى، وبالذات أحيانا تكون السيئة سيدنا تكون مغرية جدا. يعني في واقع الحال الروايات في هذا المجال، لو كنت أعلم أن جناب الأخ يسأل هالشكل سؤال كان جبت لكم بعض الروايات المحفزة، أنه الإنسان، اسمعوا جيدا، الإنسان أن يغض نظره عن الحرام رضا لله، رضا لله، أو أنه يتجنب مد يده إلى مال حرام طاعة لله. الروايات تتكلم على أن الله سبحانه وتعالى سوف يرضيه في نفسه في الدنيا ويرضيه في الآخر بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيجعل الله سبحانه وتعالى لك من البدل، حسب تعبير بعض الروايات أنه الإنسان يوم القيامة يقول يا ربي هذا الأجر مال شنو، هذا الأجر مال شنو يا ربي، كلش أجر كبير، يقول لأن عرضت لك شهوة وأنت تركتها رضا لي أو طاعة لي، يقول يا ريت أنا هالأمور كلها كنت أعوفة حتى أحصل. فشوفوا أخواني، الإنسان لا يتصور أنه إذا ترك ذنب أو إذا ابتعد عن معصية ما لها قيمة، أبدا أبدا. شوفوا هاي الرواية اللطيفة أذكر لكم مضمونها، أن شابا يجلس في الليل، ودنيا باردة، يجلس من نومه ويقف أمام بين يدي الله يصلي ركعتين يصلي لله. روايات تقول يصير هوسة بالسماء، يصير ضجة يا بشن وشكو، أن الله سبحانه وتعالى يقول يا ملائكة انظروا لعبدي المؤمن الشاب، الشاب الذي هو في واقع الحال شهوته ونفس الأمارة كذا، ولكن ترى أنه شوفوا شلون يوقف ويتوضى ويوقف يصلي ويقول اللهم إني أسألك التوبة، اللهم إني أسألك العفو، فيتباهى الله بهذا العبد مع ملائكته، يتباهى الله يتباهى. شوفوا شكيت عظمة، شكيت صر هوسة إذا واحد سوف شيء بسيط. أنا يوم الأيام أعتقد فيها القناة تكلمت عن بعض القضايا،
أنه أكو برنامج هواي جميل، وأنصح الشباب والشابات يشوفوه. نعم. الحياة ما بعد الموت. نعم. حياة ما بعد الموت، برنامج وثائقي. اللي ماتوا ورجعوا شنو شافوا وشنو اللي إنصافا فالشي يهز من الأعماق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه مذكرات لنا جميعا. اللهم آمين. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا. فلاح أخي الكريم تفضل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم. سيدنا أنا عندي سؤال عند أخوي شوية الأصغر مني. نعم. نعم. صادق أصدقاء السوء. نعم. أجلكم الله، وقام يشرب الخمر. نعم. إيه فأنا عاقبته. يعني ضربته. أنا الوسطاني، عندي اثنين أخوان أكبر مني وأنا الوسطاني. نعم. فأنا عاقبته ضربته وزينت أقرع. نعم. أي وسلسلته بالدرج بالمحجار. فأنا من خوفه عليه فاضن له. إيش قد عمره هو؟ هو 16 سنة بس هسه رحمة من الله، الزواج صار عنده وليد. ترك هذا اللي كان بيه؟ إيه إن شاء الله تركه تركه. زين. سؤالك أخي فلاح. سؤال في مثل علي إثيم علي مثل شيء. زين، قبل لا تسمع جواب السيد، علاقتك أنت وأخوك اليوم شلونها؟ زينة؟ إيه زين، رحمة يشتغل ويروح بطريقه ويرجع بطريقه. أنت علاقتك بيه جيدة؟ إيه زينة، ما عندي شيء وياه. شكرا جزيلا، تسمع جواب السيد إن شاء الله. شكرا. أختي الكريمة أم محمد تفضلي، اللي اتصلت قبل قليل. تفضلي أختي أم محمد. ألو. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي عيني على محمد، اتصلت من بغداد. أنا أم الشهيد اللي راح الانفجار واللي راح المرض. نعم. الخبيث. سيدي عيني، أنا ما عندي بس الاثنين والولد. نعم. واضح. ما عندي خوات، ما عندي خوات أخوات. ثاني قصدي والدي عنده خوات وأخوة، يعني عمات الولد الشهيد. يستحقون المنحة والراتب؟ هذا قانون حسب القانون حجية، قانون المؤسسة هم اللي يحددوا، ما له ربط يعني بش. هو سيدنا بس بزحمة عليك، احنا طلعنا القسام الشرعي انه خواته وزوجته، هو عدد من زوجته الثاني بس ما عنده اطفال من عدها، زوجته الثانية وعماته ذكرهم بالقسام الشرعي. فهو قانون الشهداء، مؤسسة الشهداء غير شكل القانون اللي يعني ما في الارث، يعني أي ما له ربط يعني. إذا تتكلمين عن القانون شيء آخر، هذا التصين برنامج قانوني، أما فيما يرتبط بالجانب الشرعي جناب السيد جواب ما له ربط هذه بالقضية الشرعية. يعني هي منح، والمنحة تحددها الدولة بقوانين. يعني هذا مئة لا 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 ليست إرثا، مو إرث، هي منحة هذه، منحة الدولة تطيل لعوائل الشهداء. نعم. شكرا نعم لك نعم على اتصالك أختي الكريمة، تحياتي لحضرتك. أبو حسين، بس شويه بعدين نتوقف عن الاتصالات حتى نلحق نجاوب وبعدين نرجع ناخذ اتصال. ابو حسين تفضل. اخويا ابو حسين، اخويا تفضل. الو. تفضل عزيزي انت. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا انا استلم راتب مع الرعايه مع العاطلين. نعم. هو اكو جماعه يدلوا لي راتبك حرام. انت عاطل؟ أنا عندي بس حلال، عندي يعني هيك حلال. غنم يعني عندك؟ إيه يا غنم. كم رأس غنم عندك أخوي أبو حسين؟ عندي 50. 50 رأس غنم. وعندي 10 نفرات عائلتي. زين، هاي الراتب الرعاية إيش قد تأخذ بالشهر؟ هاي مال 270. 270. شكرا جزيلا على اتصالك. قبل كل الأسئلة السابقة إذا سيدنا لطفا ومحبة أن تجاوبنا على السؤال الأخ أبو حسين. أنا خل أقول شيء يمكن ما ذاكر في أي برنامج آخر. أنا تحدثت عن قضية الباحث الاجتماعي في مسألة راتب الرعاية ووزارة العمل، وقرعتهم يعني قلت هؤلاء بعضهم خونة وبعضهم كذابون وبعضهم يبتزون، يقول لنطيني وأنا أكتب اسمك كذا، وتكلمتها بشكل واضح. واتصل على المؤسسة بعض الأخوة، قال السيد ليش يعمم؟ أنا ما عممت، قلت كثير من الباحثين الاجتماعيين أناس غير موضوعين وغير أمناء. هذه قضية. قضية الأخرى أنه في واقع الحال نحن ليس لنا ربط فيما يرتبط بالقوانين اللي موجودة في تنظيم مصالح المجتمع. يعني تجي
الدولة تخلي رواتب للعاطلين، للمطلقات، للأرامل، للعجزة، للكذا. هذا قانون في الدول موجود، الدولة تنطي لهؤلاء اللي ما عندهم مصلحة وما عندهم فلوس وما عندهم مورد مالي. فالمرجعية الدينية، الحوزة العلمية ما لها ربط بهذه، تقول شنو قوانينكم، فينجب الالتزام بالقانون، يجب الالتزام بالقانون. نعم. قانون شي يقول؟ قانون يقول يا بالعاطل عن العمل اللي ما عنده عمل أصلا، أو أنه عماله لو يجي عمل لو ما يجي عمل، هذول لهم حق يرحون جهد. سيدة بس 50 رازغ أنا من الأخ عنده على اي حال، انا ما يشوفوا مو الناس يقول لك لا سيدي. سيدي الاخ الكريم ابو حسين لما اتصل قال راتب رعايه العاطلين، واني مو عاطل عندي 50 راس غنم، يعني بالوقفه يوقف الصبح يبيع لاثنين ثلاثه يحصل لكم. على اي حال انا ما اريد تشوفوه، احنا نكره يعني الناس يكرهونا من نحكي الصح، يقول اوه هذا السيد شنو يريد يمنعنا من هالفلوس. اخواني المرجعية الدينية تعتبر أن مخالفة القوانين هذا حرام، وأخذ الأموال بالتزوير أو بالكذب أو بالرشوة أو بالالتفاف يعتبروا أن هذا أموال غير محللة. فالإنسان هو على نفسه بصيرة، القرآن يقول إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ولو يتعتذر اعتذاراته ما معلوم الله يقبلها وما يقبلها. فلذلك أيها الأحبة، وأنا تكلمت يعني مع المسؤولين أنه يا جماعة أنتوا حاطين ذول الباحثين الاجتماعيين هم نصهم تعبانين، فتعالوا استفيدوا. أنا قلت للمسؤولين استفيدوا من الناس، أنا رشيد الحسيني أخابركم أقول عندي عدة عوائل ذول تعال شوفوهم كلش وضعهم كذا. فخلي الناس، خلي المجتمع هم يصيرون مصدر معلومات دقيقة لكم، لا تخلون موظفين وتطون رواتب وتطون كذا وهم نصهم على حال غير صادقين في أداء مهمتهم. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ فلاح ما أدري إذا حضرتك سمعت سؤاله أو لا، يقول أخوي الأصغر مني لما كان عمره 16 سنة ما شاء أصدقاء السوء فانحرف عن الجادة. خير ما فعل، خير ما فعل، يعني الأولاد والإخوة والعموم من عصى لابد أن يوقف عند حده، تعال شنو هذه كذا. فالعصى لمن عصى في كثير من الأحيان، وإحنا لا ندعو إلى العنف، نحن ندعو إلى التربية، والتربية بعض الأحيان تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى نوع من الشدة، وإلا هاي السجون وهاي الكذا المن حتى يردعون المسيئين. فالمسيء لابد أن يردع ولو بالنصيحة ولو كذا، وحسب تعبير بعض النوع من التأديب. ما فعله الأخ هي مسؤولية جميلة، وأدى دور الأخوة بشكل صحيح، وأوقف أخو يعني 16 سنة، شنو هذا 16 سنة يتجرأ يروح يشرب الخمر؟ يعني واقع شلون يبين أنه كلش بؤرة سيئة كان فيها. الحمد لله التاب الولد رجع إلى الله، والآن ما عليك شيء حبيبي أصلا، ما عليك شيء. وإذا تقول أنا في قلبي شيء قل له فلان تبريد ذمة على ذيك الضربة لو لا، إذا قال ما بريد ذمة خلاص بعد ما في. أحسنتم سيدنا. أم يوسف أختي الكريمة تفضلي. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد بسمر خستك بالواحد وتسعين أنا تزوجت. نعم. يعني تقريبا عمري 13 سنة تصغير يعني حتى من الطون يعني ما أدري. نعم. وإعدادي 7000. نعم. أي وأبوي يذبذ معداد علي بس 2 دينار. نعم. والخمسة آلاف أخذهم واشترى بهم قطعة يعني قطعة زاع. نعم. زراعية زرعها يعني. وعاش بيه هو ولده وتزوج مرة ثانية. نعم. وصاروا عنده 5 وليد وولده كبرى وزوجه وخير من الله. طيب حاولي تختصرين أم يوسف لطفا يعني. نعم. اي جنى حلال قلت لك الحد ذاك اليوم باعها. نعم. باعها ب 25 مليون. نعم. اي وانا قلت له ليش يعني قسمها لولده ورث. أخواني اللي من أمي 4. هو الوالد على قيد الحياة لو توفى؟ إيه موجود هسه لحد الآن موجود. يعني مو ورث وزعها، هو وزعها هيك على أخوته شو؟ هو وزعها قالوا له ما تبي حلة الطين أخواني اللي هم من أمي وأبوي
وهو متزوج ثاني وعنده 5 ولد وزعها الأخوان ذولا كل واحد انطاه 2.25 مليون صاروا حصتهم 9 ملايين. وانت ولا فلس؟ وانا ابى كل شيء ما اعطاني. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فانا خابرت، قلت له ابوي ليش هيك؟ هو قبل قال لي يعني تغري من بعد 7 سنين قال خلنا نعطيك 5000 وبين الذمه. 5000؟ اي قلت له يبا ال 5000 هالساعه دشداش يعني دشداش ما تجيبه. نعم احسنتي. اي فخابرته قال لي بيت خير تدللين، وهو كان هنا يعني بالحي وشال من الحي من هاي زياره ال40 رحت انا للزياره ورجعت بدون سالفه طويله. في النهايه والدك اعطاك حقك؟ لا 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 ما اعطاني حقي. انا راح اجاوب شكرا. اي انا شكلتهم الذمه يقولون لي ما لك حق. احسنتي، انا راح اجاوب. شكرا جزيلا. ان شاء الله تسمعين الجواب. قالوا قيلوا قالوا هذا لا يفيدنا. تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا. تفضل. ما قام به والدك في الاستيلاء على المهر هذا كان حراما منذ البدايه. ما كان يجوز له ان يستولي على المهر بدون اذنك وبدون رضاك. راح اشترى ارض واستسطحها وزرعها واستفاد. هذا كان لازم يعطيك انت، يعني انت لازم انت حصه عندك في كل هالسنين هذه. عندك حصة في كل هالسنين لأن هي أرض أرضك، واللي يعملون يأخذون أجورهم ولكن أرض أرضك، وأنت كل هذه جزاك الله خير أنه شنو متنازدة. زين حجي تبيعها خطيها المسكينة هذه مالتها؟ طيه لا أنطي لأولادي ولين كذا. فلا يجوز ذلك، وإشكالك عليهم وإشغالك لذمتهم في محله. يقول أنا ما أشكل ذمتكم، ما أبري لكم الذمة إلى أن تنطوني حقي. نعم أنا معك. ليش سيدنا أنت هالقد عنيف؟ لأنه حالة شوفوا حالة السطوة الغير الشرعية، السطوة الغير المعقولة، والظلم اللي يصير من قبل بعض الآباء والإخوة والذكور. هاي الذكورية عندنا مشكلة بعضها، لأنه ذول ولد. شنو الولد؟ ما البنت هالمسكينة هذه؟ الصداق صداقة والقي قيها أعطيها. هذه لابد شوي واحد يكون ماذا عنيف فيها. لا تسمحي لهم وقولي أنا أشكل ذمتكم إلى يوم القيامة، درهم واحد ما هذا مالتي تنطوني إياه. واضح؟ ولي قشمروش والله يطوش 1.5 مليون ترضين، أطلبي حقك بما هو. سيدنا الحق هو قيمة الأرض اليوم. بلا أشكال. نعم. بلا أشكال. لا سأنا أقول طول هالثلاثين سنة اشتغلوا بالأرض، 30 سنة يشتغلوا بالأرض، ايش قد طلعوا؟ هاي كلها لازم يعطوها النسبة المسكينة، كل شيء ما عطوها على ابو بنية على ابنك. هذا اللي تخلون الاخرين يجون عليه حال يدعون انه هناك ظلم وهناك عنف للمرأة، وتعالوا احنا ندافع عن المرأة، ويجيبون قوانين تعبانة. قوانين الاسلام ما تقبل، الاسلام لا يقبل بذلك، وانت مظلومة ولازم تاخذين حقك. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على هذه الإضاءات المهمة، ودعاؤنا لك بالسلامة والعافية، وأيضا ندعو السادة المشاهدين للدعاء لك إن شاء الله بالعافية. إن شاء الله. أشكركم شكر جزيلا، جزاكم الله خير. ونحن ندعو للأخت الكريمة التي اتصلت للدعاء، اللهم وفقها لما تحب وترضى، وترفع عنها الألم والحسرة والغم، ويفرج عنها وعن جميع المؤمنين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم آمين. ولا تنسني ووالدي من دعائك سيدي. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. ولا تنسونا ووالدينا من دعائكم. إخوتي الكرام مشاهدين الأفاضل، شكرا لأنكم استضفتمونا في بيوتكم على امتداد هذه الساعة. لنا لقاء إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء المقبل في رعاية الله وحفظه.